قالت لي هذاك نو بيبي نو شيلولار، قالت لي زعما ما تعيط لي ما بقيتيش بيبي ديالي. انا بغيت نقول لها طريق سد تدي ما ترد، والباب وسع من كتافك باللونجلي. listen listen to me. قول لها في الدور it's big than your shoulders. هذه سهله البنوك عارفه. بلاتي بلا ما تكمل اقول لها قول لي it's the door it's big it's big than it's big than your shoulders. than your shoulders. والله ما بغيت يقولها في الاول، ما بغاتش يحرجك حماده. الوضع معايا والله المهلوك كان عارفه. دي تراون ايك دي تراون از حماده. الاخوان اخرى بغيت نقول لها طريق السد تدي ما ترد. طريق السد سد واي شوف هات حماده انا راه كنجربك. اي ام سبيك فيري جود انجلش افري وان افري نايت. انا دابا غنجربك الا غلطتي غنصحح لك. عطيها يلا سير. تدي ما تجيب تدي ما تجيب ياك تدي ما ترد. طريق السد تدي ما ترد. اونلي جو دونت باك. لا 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 غلطه غلطه. وتلعبني احنا ما نكرهتهمش بالونجلي. انا قلت لك جمله انت قلت لي كلمات. يا طريق السد دست الدواي. طريق السد هي دست الدواي. دست الدواي نو دست الدواي. طريق السد دست الدواي. شوش كتبت اكتشف عيشه التي تلوى اظهر وجهي. ها تربيت والله تأدبت. اش قالت لي؟ قالت لي نولي نبين غير وجهي. شي أدبتها دابا دابا ولكن... علاش كتهضر عليا بالعربية؟ منين كيفاش كتفهم العربية؟ دابا هي من الأرجنتين وعينة فيا. دابا واحد النهار كنت في الطاليان في ديك سكوطيكة مع آدم. أييه وهي كانت سكرانة ما عرفتش كي بنت ليها. خلات صحاباتها و... حيت بالك فاش تكون سكران كيبان لك كلشي زوين. الله يخلف عليك أخويا حماد. خلاص كلاسيكي الواليدة. والله تنعي الواليدة. واش انت قلت لي واحد غيرك خايب؟ لا لا ما قلتهاش اخويا. وانت كتبغي ترد ليا طريق تدي ما ترد. شوف علاش بقيتي كتوحمي على مخدة تخرجيني بحال هكا؟ ها؟ علاه يا وها هو قال لي ملي كانت دغيا سكرانه بنتي غير ما تفرش خايبات من زوينه زعما. ها؟ حماده صاحبي. لا ولدي زين. ها؟ هادشي اللي قلت لها غلاتي هو اللي ما تيقش فراسه. ديتي زبال وكيكحل دغيات. ديتيها طاوله وديتيها. قول لنا شنو هو السر ديالك؟ طاوله باش مدينا فيه؟ باش مدينا فيه؟ كي دايره ولدي لاباس؟ الله يحفظك اخواتي كي دايره بخير. الله يعطيك الصحه كلشي مزيان. ها هو تا هو طويل بحالي. مبروك عواشرك اولدي. لينا ولك اخواتي. هاتي باش ما تمنيتي الله يحفظك الله يعطيك الصحيح. تا هو زين تبارك الله ما تقولش. هو نيفو معصب. نيفو الوليده معصب. نيفو اللي معصب. لا خويا واحد النهار كنت انا وخويا الصغار كيما قلت لهم المهلوك تخاطرت انا ومراد وقسيمي وبلا. انت كتعرف مراد عيط لي دابا قطع معايا وسولو تخاطرنا البيسين كان الماء الماء كان قصير بزاف وانا كنت شويه ضاصر. قلت لي شحال تحط نتلاح سالطه على راسي وتعطيني فلوس طاكسي. ما كنا كان عندنا فلوس طاكسي غير على الروتور وانا بغيت نحرر هذوك فلوس طاكسي. عرفتي ما غنتلاح على راسي ما غنضرب وجهي ما غنتهرس سنيفي. هي ما خسرت ما خسرت على قبل 15 درهم خسرت عليه 90 درهم ديال الضو تنفخ ليا وبقيت بوني ثمن ديك الوقت. يلا شو هو مازال طالع انا خلقتيني بحالك. ما خلقتك بحالك. خويا كنت على غابوز. ها هو كيكحل دغيات. ها هو انا كاع ما كيشوفوا فيا. عندك ها فريده انا كنت كنشوف فيا الكره وهذا مالو هذا ها هذا مال ها مالو عطيه واه فاش ولدات فاش ولدات انس كانت كتوحم على ايزابيل خرجت لي وجهو ضايع معروف ايزابيل حب ديال ايزابيل بصحة. اسامة باغي نسولك واحد السؤال. سولني اسئله اخويا حماد. لا واش دابا انت ملي كتبغي دير الطوريات واش انت بالعاني كتبغي تقرب فمك ولا ولفتي؟ والله يا خويا لو ولفت من ايامات كانت عندي ديك الكاميرا اللورانيه مخسره ليا القداميه ولفت بحال هكاك. راه كيعقدوني. عرفتي وحده قالت لي الصباح قالت لي كيبان لي المخ ديال نيفك.
راه ما بغاش تقول لك المخ ديال شي حاجه اخرى كيبان، هذا درت معاك مزيان. واخو خويا عقدوني هاد الايامات بحق الله جاب الله انا عارفني ما عارف راسي خايب ما كنحكرش. لا ماشي على خايب، بعض المرات كنبغي نشوف السطريات ديالك كنبقى مركز لك مع مناخ كتسهر بعد والمشكل ديال الزغب ديال النيفو اللي نحاف ديالو وكنا الزغب راه اللي وسط الزغب المخ. ولكن حميده واحد خطنا والله الا ديما كتكتب لي كتقول لي كنشوف امك كاع ما كنقدر مع في هاد الخويات كتبقى ساهيه. عندك انت توحم عليك شي وحده مسخور وغتوحموا عليا بزاف. وحده صورت لي ولدها شوف ليا شوف ولدات ولدها رجليا بحالك رجلين تامة مشكلة. واخويا حماد اش غدير؟ هذا الشيء اللي عطى الله. ربيعي تحياتي اخويا كنشوفك. محمد واحد خونا حماد عنده الطريبورت واش قبيع عندنا في الدرب كان كيصوني ليا قبيله وكنت كنقطع عليه اليوم غيسلخني. خاص ربيع يجي عندي. ربيع يا اخويا هو اللي غيفير عليك. ربيع يجي عبد يعتقني من شنيتح. راه قال لي اليوم والله تنفرع عصاك. قال لي جاوبني شوف غير صيفط لك اخو الصغير يقضي معك الغاره. وانت تضرب واحد النار سكره ضربوه بايدو ويسكر ضربوه بدا كيمشي ويجي. غير صيفط لك اخو الصغير ويقضي لك الغاره. عنده سيرو ديال النعاس في يدو. انت غطلع اسامه انت غطلع ايطاليا ان شاء الله. اخويا راه دابا غندوز مع الوالده غمدان. ومن وراء شفتو انا غادي نعترف حماد جيتي اليوم انا غنعترف لهم بواحد الحقيقه واخا تعطلت. غنعترف فيهم بواحد الحقيقه واخا تعطلت في اللايف. دابا انايا واحد النهار دبرت على واحد تاك عارف فاش كنا تلاقينا في فرنسا دبرت على واحد خيتي وحطيبه شويه. اخبار يا خويا قلتها لي ومشيت عند بوغانم نتفرج فيه في الكومبا. انا في خباري وحضرت الكلشي زيد. وواحد خونا تركي كيتريني ناض فرسخ واحد وجا جلس لي حدا الحطبه ديالي. وانا بيني وبينك ما قديتش ندوي. ولكن سالات الكومبا مشيت انا وبو غانم للوطيل سالا ارتاحت الحكنة وانا نقول ليه قلت لي شوف قلت لي من ورا رمضان ان شاء الله غادي نمشي تغيني الكيك بوكسين قلت لي باش نقلب على التركي باش نعطيه شي قتله. انا كنعترف انا راك عارفني اللي في قلبي دابا والحطبه ديالك باقي معاها انتيا ولا من تما نفضت لي الباش. احلف بالله الله يعطيني شي كسيده ديك زعما نقول واخا نقول في اللايف هانيه لا 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 تحاكني حماد. لا زعما كنتي ناوي ليه؟ وراه كنا ناويين بزاف وراه الله غالب اش غنديرو؟ وراه سولتك نهار فاش درتي ستوري مع دريه قلت لك واش الحطبه ما غتقول والو قلتي لي لا. راك راه هناش اخويا ولكن داك غالب والله والله اخويا شوف نقول لك واحد الحاجه هي اللي خاسره اخويا بالرجوله. ودابا في هذه اللحظه انا اللي خاسر والله حماده ما كنتعقدش صحابني كنبقى نفكر فيها. علاش؟ فكرت فيها الشهر الاول نسيتها بالقران كندور نقرا القران. ودابا شوف بنادم راه كيصحبك كضحك راه قول لهم راه والله تا بصح. ودابا انا عرفت انا ما عندي من خبي عرفت في الديامات غشوني ضعافيت. اسامه خصك ترجع لاصال شوف غندبروا لك على شي بياسه مزيانه. وات الله عطيني شي كسيده الا كنت كنمشي لاصال كنهز الباغه كنفشل. وانا والله تكت كنتسناك انت تقول لي انا ما شو انا ما تعذبتش بزاف غير شي شهر كنت كنخدم هذاك عاد شي عبد الرحمن الغميدي القران عرفته والله تنسيتها بالقران بالليل. وانا والله يا خويا تسحبني ياك شي قلتي لي غنطلع انا ويا البارك تجي عندي مرحبا بك عقلتي فاش وكنا ناقين بزاف اخويا حماده وكن بغاها الله داها الله داها الله بغاها الله داها الله ماذا ضربك ضربك انا اللي ضربني الله. شي واحد كيقول لي حيد الفلتر واش اقسم بالله ما دارش شي فلتر. واه حماده والله انت زوين بحالك. ها انت اقسم بالله ما دارش شي فلتر ها كتقطع الفلتر علاش؟ ما كيضربش المقا. وحماده تهلا اخويا راه غادي نمشي. اسامه تنهضروا صافي ويلا واه قول لي الخطه تهلا لي في يوم ضروري شوف شتي انا اللي مشيت للطاليان حسب يونس بحال عنده بطاقه ديال غامض تا خير ما يخص. غنقول واحد اللعيبه قبل ما نسالي اللايف. انا اسامه ما كنتش كنعرفو كان صاحب خويا تلاقينا مره واحده مراد الله يعمر يعني انا ما كنتش كنعرفو
ما كنت متبعو ما كان متبعني وما عمرني تلاقيت معاه مره واحده تلاقينا عند سليم ياك حمو هذاك ماشي حمو تلاقينا هضرنا هضرنا قبل ما قبل اسامه ما يوقع لي المشكل وقبل وقع لي مشي لطاليان وقبال وما بقيتش كنهضروا ونهار كنت عارف راسي يونس غادي يجي لطاليان كان خاصني دي زانفورماسيون لما انا نهضر صيفط اسامه ميساج هضر معايا قال لي خويا جي عندي القهوه هادي كنا بغينا نتلاقاو كاع داكشي اللي كنت محتاج قالوا لي وانا نعرف اسامه الرجوله نقول لك الصراحه هو في وجهك في الله عرفت والله ما نكذبش عليك راك عارف حنا فين واحد القاعده خايبه كنكونوا بدل ما كنعرفوش كنقدروا نحكموا عليه كنقدروا نحكموا على بنادم ما كنبغيوش نقولوا لا صافي حيد هذاك لا هذاك ولكن ملي كنعاشر بنادم وكنوقفوا عليه كنعرفوا كاين اسامه من تما عزيز عليا خويا اسامه عزيز عليا الله يحفظك راك شي جيتي لباري جيتي لعندك ياك الله يحفظك على قبل الرجوله قال لي اقسم بالله قال لي مرحبا بي الا جاي ونس هذيك اللي انا بغيت نسولك شي لعيبات قال لي الا جا مرحبا بي واحد حاجه قلتها لي قلتي لي واخا ما كاينش انا قول لي امتى غادي يجي عندك الدري حتى للمطار كاين والله الا كاين انا غيبو صيفطو يهزو من المطار يدي للدار راك عارف كلشي قلت لي انا راه مسوقر كلشي انا كتبغي واحد المعلومه راه هو عارف والحمد لله دازت الامور مزيانه دابا راه يونس وصل لطاليان تطلع على خاطرك هاي مرة تلاقى معاه هو راه مسكين راه ما عنده لا صحاب ولا والو راه ان شاء الله وانا راه عند الله والله ان شاء الله داوي معاه قبيله من غلطوك داوي معاه شي عزيز علي راه حيت هو كان معايا في البلاصه الله يحفظك هو راك عارف كيسمع ليا فاش هضرتي معاه قلت له اسامه طلع ضريب قلت له راه شنو كاين المهم ماشي بغيت نقولوا في اللايف وصافي وتحياتي اخويا وتحياتي وانا باغي نشوفكم واحد القضيه علاش كيعجبني حماده هاد شوف هذه عمرني قلت لك انا نقول قدام الناس حمادة علاش كيعجبني وحق الله مياميتي هاد الحاجة اللي كتعجبني في حمادة بزاف أنه كيتقاتل وكيخدم باش يشوف مو فرحانة وخوتو فرحانة ضروري الله يحفظك الحمد لله وصحابي الله يخلي لك وشكرا الله يحفظك الله يخلي لك الوالدة وسلم على الوالدة الله ونتلاقاو إن شاء الله في إيطاليا خوتي الناس ديال أسامة إن شاء الله وليا في راسكم والسلام عليكم الله يحفظك أيجيب لك الله ما أحسن منا عقل فين إن شاء الله يا ربي ان شاء الله اخويا حماده ومياميتشي السلام عليكم يا مو اطفالو